قال محمد شيحة أن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الجديد سيواجه صعوبات بالغة، خاصة وأن قائمته لم تنجح وترابيزة الاجتماعات لن تكون في صالحه والجميع لن يوافق على قراراته. وأضاف محمد شيحة في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ملعب البلدوزر مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: يحيى الكومي أدلى بالعديد من التصريحات المتناقضة في ساعات قليلة عقب إعلان فوزه برئاسة النادي. وأكد شيحة: يحيى الكومي لا يعلم شيء عن كرة القدم وتصريحاته متضاربة لا تليق باسم الإسماعيلي، وهذا أمر لن يقبله الشارع الإسماعيلاوي. وتابع شيحة: مفيش حد يقول 9 قرارات على الهوا، ومش كل الكلام يتقال في الغرف المغلقة يتقال على الهوا، ولازم تسأل قبل ما تقول. هتستعين بأحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق لتدريب الفريق، هل ميدو جاهز للتدريب أو سيعود للتدريب في الوقت الحالي أم سيستمر في عمله الإعلامي؟ واختتم محمد شيحة تصريحاته: لازم يحيى الكومي يسكت ويبطل كلام في الإعلام ويكلف متحدث مع الإعلام، وما ينفعش رئيس الإسماعيلي يظهر في أهم قناة رياضية في مصر يرتدي ترنج مظهره لا يليق بالنادي الإسماعيلي. ويذكر أن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي قد أكد فور رئاسته بالنادي أنه سيمنح فرصة لطلعت يوسف بتدريب الفريق في المباراة المقبلة، وفي حالة نجاحه في الفوز سيمنحه فرصة جديدة لتدريب الدراويش، الأمر الذي رفضه المدرب وأعلن استقالته. أحسن.